يا ولد. تعال يا ولد، تعال ساعدوه مني ولد. جيت هنا واشو دكاتر ولا اكل الحمد لله، كنت سوى علاج وشي و... ايه كلا ما اعرف ايش بها الكادر الطبي العسكري. ايه والله كثير يعني يساعدكم. ايه والله ولا ممنونين. ايه والله ايه والله انت هذا اربع ابره وسيلان ومغدي وكل شيء يعني حتى عليها وصار شويه زين الحمد لله. تقوم عمليه طبابه فرقه 16 وبتوجيه من السيد قائد الفرقة ومدير الخدمات الطبية العسكرية بواجبات مهمة جدا في عمليات تحرير نينوى، وتقوم بواجبين أساسيين هما أولا القيام بإخلاء كافة الجرحى والمصابين من العمليات العسكرية ضمن قاطع فرقة مشاة 16 إلى من مكان من ألويتها المنتشرة في القاطع إلى عملية الطبابة بواسطة عجلات الإسعاف والكوادر الطبية الموجودة في ضمن ملاك عملية الطبابة، وبجهود متميزة من قبل ضباطها كافة ومراتبها الأبطال بإخلاء الجرحى المصابين إلى عملية الطبابة، ومن ثم تقديم كافة الإسعافات الأولية الأساسية في عمليات تقديم الإسعافات الأولية وكذلك تثبيت الكسور وتضميد الجروح، ومن ثم الإخلاء إلى مستشفى الشيخان الذي يقوم هو الآخر بالواجبات الأساسية في عمليات الطبابة. والواجب الثاني لعملية طبابة الفرقة هو إخلاء كافة المدنيين الذين ينزحون من عمليات القتالية في مناطق ضمن قاطع الفرقة، ونستقبل يوميا كثير من الحالات من النساء والأطفال المصابين، ونقوم بإخلائهم وتقديم الخدمات والإسعافات الأساسية لهم، ومن ثم إخلائهم إلى مستشفى الشيخان. وبهذه المناسبة أيضا نقدم شكرنا وتقديرنا إلى مستشفى الشيخان لتعاونهم معنا تعاون منقطع النظير في عمليات الإخلاء وتقديم المساعدة والجهد الطبي لإنقاذ حياة المدنيين وكذلك إسعاف حالات المصابين. مثل ما تلاحظون يعني أمشي عندنا معالجة المرضى سواء جرحى المدنيين أو العسكريين على حد سواء، يعني نقوم لهم بالعلاجات اللازمة والإسعافات الأولية، ويتم إسعاف المريض الحالات الخطرة أو الحالات اللي تستوجب نقلها إلى مستشفى الشيخان العام، إحنا ننقلها إلى مستشفى الشيخان العام، ومن ثم من مستشفى الشيخان يتم نقلها إلى مستشفيات طوارئ غرب أربيل أو مستشفى دهوك حسب يعني الحالة اللي تستوجب. ويعني إحنا يعني شوفونا يعني الإسعافات الأولية أو مساعدة المريض والعوائل النازحة اللي جاي تجي من المناطق اللي تتعرض لإرهاب داعش أو القصف العشوائي اللي جاي يوقع على العوائل، والحمد لله والشكر يعني جاي نقوم لهم بالمساعدات الممكنة اللي تقدر عليها طبابة وحدة ميدان طبية. الإسعافات الأولية الحمد لله والشكر، ومن ناحية عندنا حتى علاجات مال الأطفال هم نسقنا وين مستشفى الشيخان والأطباء بلا حدود، واسعفونا بالأدوية اللازمة من أدوية الأطفال، وجاي نقوم بال يعني علاج الأطفال والنساء. شنو هي الإسعافات الأولية اللي تقومون بها؟ والله قطع النزيف و شوف الحالة اللي تتطلب شو يحتاج، اي تضميط الجروح وقطع النزيف وارسال تقدرون عليها تعالجوها. اكيد اكيد. والحالات اللي ما تقدرون اكيد بالضبط على مستشفى. اي بالضبط بالضبط. نعم. الحالات التي تردكم يعني تقريبا يوميا؟ والله العسكرية حالتنا من الاخوان العسكريين قليلة، بس المدنيين لا اكثر من 50. وانتم مستعدين؟ مستعدين ان شاء الله.